ثلاثة بولي، ثلاثة بولي، كل بولي عليها تورك، تورك بي عندك مثلا بولي دي تورك بي 1.4 كيلو نيوتن دوت متر، تورك سي نفس الكلام 9 من 10 وهنا نص. ونديك موتور، الموتور ده هو اللي بيدورهم كلهم طبعا، بديك التورك بتاع الموتور 2.8 كيلو نيوتن دوت متر. ايه المطلوب منك هندسه؟ ده تورشن، واضح انها تورشن. يبقى مش هيطلب منك غير شير ستريس، او يطلب منك الدايمتر للاريا للستريس نفسه طالما هو مديك التورك، او يطلب منك التورك طالما الشير ستريس جيفن. فهو هنا مديك التورك بتاع الموتور ومديك كل التوركات بتاعتهم كلهم ومديك الدايمتر، حتى هنا الدايمتر 56 هنا 84 هنا 48 هنا 48 هنا 46 خلاص. وطالب منك بقى الشير ستريس بتاع كل شافت لوحده، بتاع شافت اي بي اللي هو ده اللي هو 56 ده، وبعدين شافت بي سي، وبعدين سي، وبعدين دي لو عايزين زي. خلاص. المهم ان الموتور ده هو اللي يعني هو اللي عامل الحركه كلها. طيب ابدا ازاي؟ ابدا بكل شافت عادي، سهله جدا مفيش اي مشكله، ابدا بكل شافت. ممكن ابدا الاول شافت اي بي. طيب هو ايه قانون الشير ستريس هندسه؟ شير ستريس بيساوي التور وبتعمل شير اللي بتعمل تورشن في اقصى راديوس. طالما هو عايز الماكس يبقى السي على ايه؟ على الشير. بس يبقى انت تقدر تظبط اللي عندك في شافت اي بي. شافت اي بي بقى عندك في ايه؟ بقى عندك السي. عندي 56 خد نصها، خد نص 56 تمام. يبقى السي هي المفروض 56 على الاثنين كده جبتها تمام. طيب الشي كلهم سوليد، انا قايل لك ان هم كلهم سوليد شافت. يبقى ضايع 32 بسكويت. دلوقتي الشي دي اللي هي يا اما بقى تكتبها بطريقه اللي انت عايزها، ضايع على الاثنين سي اس 4 اللي يعجبك، او بالدايمتر نفسه يبقى ضايع على ال 32 في الدايمتر اس 4 اللي يعجبك. معلش بس الدايمتر ده هيكون اللي هو 56 خلاص. خليها باشمهندس، انا كده كده ما حدش واخد هنا عشان طيب كده. دي ما بتديش في الاخر اصلا. طيب انت بتعمل حساب فاهم طول الحصه في الاحمر. يبقى ناقص ايه؟ يبقى ناقص ايه؟ يبقى ناقص ايه؟ ناقص تورك. انت دلوقتي جبت السي والجي ناقص لك التورك، يعني تورك الاي بي اللي هو ايه؟ اللي هو كام؟ باشمهندس هو بادئ الشفت ده بادئ منين؟ من الموتور؟ الموتور ورايح للترس ده. مين بيقول 2.8؟ مين بيقول 2.8؟ تفهم يا ابني هو 2.8 هو تورك الموتور اصلا صح؟ هو ده الثابت، هيفضل ثابت على الكروس سكشن ده لحد ما يقابل الترس ده، يقابل البولي ده، يحصل تغير هنا. التغير هيحصل في الشافت ده، التغير هيحصل في الشافت الجديد، لكن القديم اتعرض لنفس التورك اللي هو 2.8. طب 2.8 ده بيلف ازاي؟ ما قالكش، بس بالعكس هم كلهم بيلفوا كده اللي هي انتي كلوك وايز عشان يحصل اتزان. طبيعي لازم الموتور يعمل تورك عكس اللي بيعمله، عكس البوليس كلها وعكس الجيرز كلها اللي بتعمل تورك عشان يحصل الاكوليبريم، عشان الميكانيزم ده ما يحصلوش فايبريشن ويحصل له فيلير. فاهمين عشان يثبت ايه؟ اتزان. نعم. مش فاهم يعني دول عشان يفضلوا يلفوا في مكانهم ما ياخدوش من مسارهم، لازم مجموع التورك اللي موجودة على الشافت كلها تبقى ايكوال وعكس التورك بتاع الموتور. صح ولا ايه؟ شو اللي بيدي الحركه؟ نعم. هما بيلفوا فعلا، لا عكس اتجاه الموتور عشان يحصل سيلان دايما. اي موتور يجيبه لك هندسه دايما التورك بتاع الموتور عشان هو اللي بيدي الحركه بتاعتهم، هو اللي بيدي الحركه كل دول. فلازم مجموع التوركس بتاعتهم ايكوال
وعكس حركة الموتور نفسه مش هيحصل اهتزاز. ما ينفعش يكونوا كلهم مع بعض، ممكن يخرج بقى من المسار، كل دول يخرجوا بقى. تخيل شفت كله خلاص اتكسر والبوليت لف بره، لازم يحصل اهتزاز. فالطبيعي جدا ان التورك بتاع الموتور ده بالظبط كده يلف كده. نعم. احنا نبدا بدي نبدا بمين؟ معكش عادي يا رب. بعدها تقول بقى تورك عادي في الهيتي مين هنا اللي مصدر هنا؟ نص يا ابني هو ده اللي مصدر في الدايمتر ده. هنا بقى يا بتغير، هنا في تيوكين شوفهم بقى مع بعض، يبقى بلس عكس بعض ماين، مع بعض بلس عكس بعض ماين. هتورك اول حاجه تحصل فاهم؟ اول حاجه ايه؟ اول حته بيلف اهو. لا انا بيتور اهو يعني شايف التور كده؟ ده بيلف مين؟ الترس ده او البول دي. طب البول دي مش بتاع الشاف، الشاف ده فهي تلف لوحدها، الشاف ده يلف معاها صح ولا ايه؟ مش هتديني نفس العزم وانا بلف. مش لو لفيت لواحد يبقى انا مش ماليش دعوه قوي بيه، ماليش علاقه بيك، انا مش لازم بيك بقى، انا الواحد مع نفسي. لكن كل دول ميكانيزم واحد كلهم متصلين ببعض. وانا لو بدات من اي اقف عند نقطه عشان اجيب التور عند اي بي اي دي بقى اقف عند نقطه بي دي ايه؟ ما انا عايز مثلا لو بدات من اي عايز اجيب اي بي من اي لبي ماشي هتمشي بقى كل ده اقف عند بي ولا ايه؟ اقف عند بي بي ايوه اخر حاجه وصلت لها هو بي بيظهر الشفط ده يبقى كده جبت الاي بي اه انت كده انت عايز تجيب اي بي اه توقف لحد ايه؟ الايه صح ايوه الاخر انت بتقول عايز بي ولا عايز لا الاي بي الاي اي بقى اي بي يا انت بتقول يا عم مش عارف خلاص هو عارف هو عايز ايه خلاص طب عايزين دلوقتي نجيب التور مش الاي بي بتساوي 2.8 اه 2.8 خلاص هو ايه تورك الموتور هو الشافت ده خلاص انا عوض هنا الناس عادي بقى الشير 2.8 بس دي كيلو تبقى 10.3 السيل عندك 56 على 2 على الشيل اللي هيطلع معاك ده ده متغير ماشي انا معاك مش فاهم يعني احنا قلنا السي دي احنا هنفتح الاثنين من بعض لسه ما وصلناش هناك احنا لسه بادئ ايه ده خدنا بس اول شوط خدت لقمه زياده ولا ايه لا بس بي 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 نعم ليه ما تروحناش بيه؟ ما رحناش بيه ليه؟ دول مثلا عند ميسي ناخد تسلم مش ده كل شفت واحد؟ اه ال A ال B مش ده شفت واحد؟ هو التورك اتغير؟ اه ما انا 2.8 لحد هنا هي بس ايوه اللي كان بيأثر عند ايه هو اللي بيأثر عند ايه؟ لان ده كله ما اتغيرش هو نفس التورك لما اجي مثلا من هنا لهنا برضه ايوه من هنا لهنا لسه هبدأ فيها بقى حاجة بس لحد دلوقتي تمام؟ انا ممكن يا باشمهندسين ابدا من الشمال او ابدا من اليمين عادي براحتك انت طبعا بتدور على الصعب انا عارف يعني اهو انا لو بدات ايه البي لا انا مش قصدي ماشي انا ممكن انا مش بتكلم عليك مش بتكلم عليك ممكن ابدا من هنا من اي اه بعد هنا خلاص اجمع كل دول بس اشوف بقى اللي معايا يعني انا مثلا ماشي هنا لقيت ايه نص بتلف كده انت كلوك وايز لقيت دي زيها يبقى نص زائد 9/10 زائد 1/4 بس ده كده ايه انا جبت وقفت عند بي تمام هيطلع نفسه هو هو ال 2.8 اجمع كده وراد نص زائد 9/10 زائد 1/4 2.8 يبقى انا برضو ممكن اجيب ممكن ابدا من ايه واقف عند بي ابدا من الشمال او ابدا من اليمين من ايه لحد بي برضه هيديني نفس التورك ونفس كل حاجه اتفقنا؟ ايه مشكله في الكلام ده؟ ادي اول شفره صور عشان نمسك فين ال عايز تمشي من الشمال عايز تمشي من اليمين عايز ما تمشيش خالص انت حاضر فانا همشي من بي مثلا من الشمال ماشي من بي سي لقيت تركينه بس انا من عند بي عندي 1/4 وعند سي عندي 9/10 هاخد انهي مش هجول بقى مش هختار هاخد الاثنين مجموع الاثنين دول يبقى ده 1/4 عشان هما الاثنين بيلفوا نفس الاتجاه مع بعض ياخد مجموع الاثنين 1/4 زائد 9/10 ده تورك بتاعهم ده تورك البي سي وانا الناس لا و2 و8 كمان معاك انت تبدا من هنا من الاي لحد السي من الاي 2.8 عكس ده بلس ده انت بدايتك من هنا من الموتور او عايز تبدا من عند الاي براحتك لو انت بدايتك من عند الموتور يبقى من الاي عندك 2.8 عكس دول صح يبقى 2.8 اه
نايس ده زائد ده لو يطلع الخمسة من عشرة خدت من الايه لحد السي ناقص منه ده بس هيفضل ثابت ده اللي هيفضل ثابت من هنا لحد السي تمام يبقى 2 و 8 من 10 ناقص 1 من 4 يديك 1 و 4 ولا كده بقى ممكن اخد اقول 1 و 4 عشان كده كمان ونحل احنا الشرط ده كبير يعني اقول 1 و 4 لا دي جت بالصدفه كده جت بالصدفه 1 و 4 نص التورك بتاعنا دول بس انت كده كده بدايتك من الموتور انت هتمشي من الموتور لحد اخر النقطه اللي توصل كده. طيب احنا ما خدناش السي ليه لان انا السي ده بدايه الشافت الجديد يعني ده التورك ده بيأثر على الشافت الجديد احنا كنا غلط بس من شويه فالمفروض انا هبدا من ايه لحد هنا لحد يعني دلوقتي الشافت ده بيأثر عليه التوركين دول هو كده وكده بس ماشي خلاص هنعوض عادي بالشير بقى مفيش اي مشكله وانت فاهم بقى الباقي ده السي بتاعكم هتبقى 48 2 والجي باي على 32 نضرب 1 و4 في 10 في 3 مش كده عشان دي بس تمام سهلة يطلع زي ما هي طلعت طيب تخلي الابعاد بالملي والتورك لازم يكون بالنيوتن طيب تعالى بقى للشفط الثاني بالنيوتن ولا بالميجا ميجا نيوتن لا بالنيوتن الاسترس في الاخر هو اللي يطلع ميجا بس كام بالنيوتن في النيوتن فوق مش نضربه 10 سنت هذا قبل ما انا حولت كده نيوتن دوميتر التورك نفسه كان كيلو ايوه حولناه نيوتن دوميتر اهو في 10 ستات نيوتن على ملي يديك ميجا عشان تحول من كيلو على نيوتن في 10 ستات لا لا هزعل منك هو ده الكيلو ده لما زي الكيلو جرام اللي بنرفعه في 10 ستات حلو حصلت ده بس جوه مش شفت بقى سي دي صح الجده كانت ظابطه في الاول يلا هندسه نبدا من ايه برضو نبدا من ايه عندك تورك 2 و 8 ناقص 1 و 4 ناقص 1 و 4 ناقص 9 و 10 وناقص 9 بس وقف لحد ده هيديك النص اللي هو ده لو انت بدات من هنا يعني لو بدات من هنا ممكن اخد النص عادي تمام كده مش مشكله الشير بتاع السي دي نفس الكلام النص الدايمتر بتاع ال 48 برضو لا في تريك هنا بس مساله تمام في اي مشكله الكلام ده بس كده خلصت كده خلصت المساله كلها كده انا جبت ايه كله هل انا محتاج اجيب الدي اي ممكن اجيبها بس الفرق كله في الدايمتر بس هو نفس التورك نص برضه هو لو غيرت من هنا نص لو برضه جمعت كل دول برضه نفس الكلام فيها مشكله؟ لسه ما لازم نجاوب عليها اه هيصفروا في الاخر سميشن التورك بزيرو عشان يحصل الكوليبري عند الدي اي مش مفروض بصفر ايوه خلاص كده خلاص لو التورك يعني واحد بلس وماينس افرض اي فرد